اسمحوا لي ان انا اقول لكم معلومه يمكن تكون جديده على ناس كتير من الضيوف الحاضرين. انتوا تعرفوا ان التلج لو اتكون تحت بريشر عالي او ضغط عالي ده بيبقى اقوى من الاسمنت؟ تعرفوا ده معناه ايه؟ ده معناه ان احنا ممكن نكون بنوفر فلوس كتير جدا على المنشات المائيه وملهاش لازمه. هو في الواقع انا من الناس المهتمه بالبيئه وشؤون البيئه، فمرة كنت بقرأ مقال بيتكلم على كوارث انهيار السدود ولو انهارت ايه اللي بيحصل وكده، وكان من ضمنهم يعني بيتكلم على انهيار السد العالي، ففوجئت بيه بيقول ان هو ممكن يخلي المية في الشوارع على ارتفاع 5 متر. يعني 5 متر ده ارتفاع مبنى صغير او كونتينر شحن. وفي مرة من المرات بطلع ازازة مية من التلاجة فلقيت طبقة من الجليد على فوهة الإزازة. الطبقة دي منعت انسياب المية من الإزازة. وهنا جه السؤال، طب ليه ما نستخدمش المنشآت الجليدية في حل مشكلة زي دي اللي هي انهيار السدود؟ طب تعالوا الأول نشوف احنا ليه ممكن نفكر في حاجة زي كده. مشاكل السدود تقسم لثلاث حاجات، مشاكل بيئية، مشاكل صحية، وكوارث إنسانية. بالنسبة للمشاكل البيئية بتمنع هجرة الحيوانات أو الكائنات البحرية من مكان لمكان، وكمان الأسمنت والحديد ده ملوث للمية، وفي حالة جفاف المجرى المائي بيبقى منظر السد ملوث للعين لأنه ما عندوش لازمة. طيب ثانيا بالنسبة للمشاكل الصحية، اختلاط المية بالصرف الصحي بيخلي المية ملوثة وغير صالحة للاستخدام الآدمي. المية في حالة الانسياب بتنظف نفسها بنفسها، وفي حالة وجود السدود بتحرمها من الخاصية دي. ثالثا بالنسبة للكوارث الإنسانية، أول حاجة وجود المية في ظل محطات الكهرباء وأبراج الكهرباء ده بيعمل صواعق، بيعرض الناس للغرق بنظرا لارتفاع منسوب المية، نفوق الحيوانات، انجراف الزراعات. يعني من الآخر كده في حالة الكوارث الإنسانية بنحتاج إنقاذ من الخارج المنطقة المنكوبة، وعادة يعني بيكون الإنقاذ ده يا إما إنقاذ محلي أو إنقاذ دولي، يعني بنحتاج عدة دول من الخارج. وعملية الإنقاذ ديت بتحتاج دعم لوجستي، والدعم اللوجستي في الحالة اللي احنا فيها دي بيبقى فيه مشاكل، لأن الدعم اللوجستي يعني اللي هو زي الطرق والميناء والعربيات اللي بتنقل المواد الإغاثة، كل دي أكيد هيبقى فيها مشاكل في الظروف اللي احنا فيها دي. ده غير التكلفة اللي احنا ممكن نتكلفها على الصرف على بناية السدود أو الموانع المائية. وفي ظل الأزمة الاقتصادية اللي احنا فيها في دول كتير أوي مش هتقدر تستحمل الصرف عليه. أنا هسيبكم تتخيلوا المشكلة واستدامة المشكلة بالشكل ده هو في ظل تأخر النجدة اللي احنا بنشوفها يوميا في حياتنا. هنا بقى تيجي المنشآت المائية كحل لكل المشاكل اللي احنا قلناها. الموضوع ده باختصار هو عبارة عن شرائح مكونة من سبيكة. السبيكة دي عبارة عن خليط من المعادن ليه مواصفات خاصة، بتتحمل البرودة الشديدة ولها مقدرة على الثيرموديناميك أو التبادل الحراري مع الوسط المحيط بها. الشرائح دهيت شكلها زي شكل الشرائح الموجودة وراء ظهر الثلاجة بالظبط، بس أكيد حجمها أكبر يعني، ومتصلة بمصانع أو غرف تتليج ومثبتة على ضفتي المجرى المائي. عند الفيضان أو عند اللزوم بتبدأ تتحرك الشرائح ده وبتشتبك مع بعض معترضة المجرى المائي. بتبدأ مصانع الجليد أو غرف التتليج تضخ بلورات التلج على الشرائح، بالإضافة إلى سائل التتليج اللي بيمر خلال هذه الشرائح. سائل التتليج زي الليكويد نيتروجين ده درجة حرارته 180 درجة مئوية تحت الصفر. بتبدأ هذه الشرائح تعمل عملية فريزنج أو تتليج للمية الملاصقة ليها،
فبتشكل لي سد ليه نفس شكل والفانكشن او وظيفه السد العادي. وبكده نكون منعنا تدفق الميه وانسيابها وعمل الكوارث اللي احنا قلناها سابقا. من غير ما نستخدم مواد من الخارج، لان هستخدم المواد الموجوده في الموقع، يعني من الاخر كده استخدمت ميه الفيضان في حل مشكله الفيضان ذات نفسه. طب الموضوع يقف عند كده وبس ولا ليه تطبيقات اخرى؟ الموضوع ده بالظبط عامل زي الصلصال كده اللي انا ممكن احطه في كذا قالب واشكله بكذا شكل واخلق منه اكتر من وظيفه. يعني انا ممكن اكون الشرايح دهيت على شكل مينا، المينا ديت السفن بترسو عليها وتنزل الحموله بتاعتها، او مثلا في حاله البراكين دي بتعطل خطوط ملاحيه جويه، يعني الطيران بيقف في اريا معينه في حاله البراكين، ففي الحاله دي احنا ممكن نعمل مطارات من الجليد تنزل عليها الطائرات وتنزل مثلا مساعدات او تنزل ركاب وتفر ايا كان. الموضوع ده واخد براءه اختراع دوليه او عالميه بس لسه ما تنفذش، محتاج عشان يتنفذ فريق بحثي او فريق عمل مكون من مهندسين مدنيين لعمل ديزاينات، مهندسين ميكانيكا لعمل اوبتمايزيشن لحركه الشرايح، مهندسين مواد لامدادنا بالجديد في موضوع السبائك ومواد التتليج، محتاج دعم لوجيستي من توفير اماكن للمختبرات او لعمل بروتوتايب، استخراج التصاريح اللازمه من الجهات المعنيه. في الواقع الموضوع دهوت ممكن يوفر على الدوله حاجات كتير زي انقاذ الارواح عند الكوارث، يوفر على الدوله فلوس كتير في حاله الانقاذ، ينشط السياحه، يفتح افاق جديده في مجال البحث العلمي. اصعب المشاكل مش لازم يكون حلولها صعبه او معقده، ممكن ابسط الاشياء اللي هي ازازه ميه تكون حل لاصعب المشاكل. وشكرا.